ضلع جام فألف ويل للنذير فألف ويل للجميع ظلموها من بعد النبي قلت فجايع عمت بالملو هاجت زعازم فوق المغتسل حيدر يغسله واحدة وبالألم يجري المدامع من بعد النبي فجايع عمت بالملو هاجت سعازي فوق المغتسل حيدر يغسله واحدة وبالألم يجري المدام يغسله وفؤاده من الحسرة نيرا ويسأله من طف جمرات الأحزان يغسله وفؤاده من الحسرة نيرا ويسأله من طف جمرات الأحزان من طف جمرات الأحزان من طف من طف الأحزان يا خير الورى شوف الصحابة نسيت شرعة الباري وكتابه مالت للهوى دار السقيفة قايد هالطمع جينها في غابة يا خير الورى شوف الصحابة نسيت شرعة الدار وكتابة مالت للهوى دار السقيفة قايد هالطمع جينها في غابة حسافة عماهم سرابي المناصب عجايب دار كل مملي عجايب حسافة عماهم سرابي المناصب عجايب دهر كل مملي عجايب دهر كل مملي عجايب دهر كل مملي يا خير الورى شوف الصحابة نسيت شرعة الدار وكتابة
مالت للهوى نار السقيفة قايدها الطمع شينها في غابة يا خير الورى شوف الصحابة نسيت شرعة الدار وكتابة مالت للهوى النار السقيفة قايدها الطمع شينها في غابة حسافة عماهم سرابي المناصب عجايب دهر كل مملي عجايب حسافة عماهم سرابي المناصب عجايب دهر كل مملي عجايب دهر كل مملي دهار كل عجائب هالمخازي والمآسي من ضلالات السقيفة تروي الأخبار عنها تشرح الآية الشريفة المخازي والمآسي من ضلالات السقيفة تروي الأخبار عنها تشرح الآية الشريفة من بعد عهد النبوة بانت الغدر المخيفة بس على الأعقاب ردوا وعينوا لهم خليفة من بعد عهد النبوة بانت الغدر المخيفة بس على الأعقاب ردوا وعينوا لهم خليفة يا رسول الله اسمعي شكوى يا رسول الله اسمعي شكوى يا رسول المخازي والمآسي من ضلالات السقيفة تروي الأخبار عنها وتشرح الآية الشريفة من بعد عهد النبوة بانت الغدر المخيفة بس على الأعقاب ردوا وعينوا لهم خليفة وعينوا لهم خليفة يا رسول الله اسمع الشكوى يا رسول والوصية وصفة معتزل في داره قطع العصابة ويا عظم قراره والوصية وصفة معتزل في داره قطع العصابة ويا عظم قراره وفي حمى داره خير البرايا جمع المصحف بآية آية خايف الأمة
تنسى ذكرها وتسلك البغي درب الغواية وتسلك البغي درب الغواية آه أم البتولة تقصد المنازل وتحكي عن أساها في كل المحافل تذكر الصحابة جملة المسائل عن غصب الخلافة وجرمة التخاذل وام البتولة تقصد المنازل وتحكي عن أساها في كل المحافل تذكر الصحابة جملة المسائل عن غصب الخلافة وجرمة التخاذل عن غصب الخلافة وجملة التخاذل عن غصب الخلافة والوصية واسفة معتزل في داره قاطع العصابة يا عظم قراره والوصية واسفة معتزل في داره قاطع العصابة ويا عظم قراره في حمى داره خير البرايا جمع المصحف بآية آية خايف الأمة تنسى ذكرها وتسلك البغي ودرب الغواية والوصية واسفة معتزل في داره قاطع العصابة ويا عظم قراره والوصية واسفة معتزل في داره قاطع العصابة ويا عظم قراره في حمى داره خير البرايا جمع المصحف بآية آية خايف الأمة تنسى ذكرها تسلك البغي ودرب الغواية تسلك البغي وام البتولة تقصد المنازل تحكي عن أساها في كل المحافل ذكر الصحابة جملة المسائل عن غصب الخلافة وجرمة التخاذل وام البتولة تقصد المنازل تحكي عن أساها في كل المحافل ذكر الصحابة بجملة المسائل عن غصب الخلافة جرمة التخاذل الضلع جمرة ثأرون